أولهم وسيدهم هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم الحسن والحسين، وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم من المكانة والفضل ما الله به عليم. والأحاديث والآيات الواردة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في عموم فضلها. ثم يأتي بعدهم القسم الثاني ويتكون من ستة أشخاص، وهم علي بن الحسين، زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد. وهؤلاء يعني ممدوحون معروفون بالعلم والكرم والإمامة وغير ذلك، سنتكلم عنهم تفصيلا. ثم القسم الثالث وهما علي الهادي اللي هو الإمام العاشر عند الشيعة الاثنى عشرية، والحسن العسكري، وهذان يكفيهما فخرا هذا النسب الشرع الذي ينتسبان إليه، وهما ممن يحق لهما أن يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا أبتي، لكن لا يعرفان بكثير علم ولا رواية، لكن يعرفان بفضل النسب. والقسم الرابع وهو محمد بن الحسن الذي يسمى عند الشيعة الاثنى عشرية بأنه المهدي المنتظر، وهذا عند أهل السنة والجماعة معدوم غير مخلوق، وإنما هو يعني افتراه الشيعة الاثنى عشرية وادعوه ولدا للحسن العسكري وليس للحسن العسكري أولاد.